اعملك. بص هي الكحك خفيف، فانا يعني باكل بكميات كبيره من غير ما احس، يعني هو مش تقيل اللي هو اكل واحده يلكمني. اصلا الريحه حلوه والله، الريحه ريحه ريحه الكحك وريحه ريحه البيفور حلوه. يعني انت لو عامله رجيم شمي واحده وكلي واحده، يعني فاهمه؟ ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ساره زيد. النهارده بنتكلم عن كحك العيد كروسانت الطيبين. النهارده انا قررت ان انا اعمل معاكم فيديو عن ريفيو عن نولا، بما ان نولا ما يعني مشهور ان هو الكب كيك والكنافه والحاجات دي، عمري في حياتي ما جربته في كحك، فانا النهارده نويت ان انا اعمل فيديو عن الكحك. وبما ان انا اول مره اعمل ريفيو عن نولا عن الكحك، انا برضو اول مره اطلع بوشي على اليوتيوب، بقالي سنه ونص 86 فيديو بالظبط، عمركم في حياتكم ما شفتوا وشي. هو طبعا حاجه يعني اقول ايه، حاجه غريبه وحاجه مش لطيفه بالنسبه لي ان انا اول مره اطلع على اليوتيوب اطلع اكل يعني، بس هو الفيديو ده كده حسيت ان انا لازم ابين وشي علشان ادوق معاكم الكحك واقول لكم حلو ولا وحش واقول لكم كل التفاصيل عن نولا. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. قبل ما ابدا الفيديو معايا كوبايه الشاي الخطيره بتاعتي اهي اللي انا بطلع بيها كل الفيديوهات اساسا، بس الفيديو ده لحاجه اساسيه عشان هنبلع بايه. يلا بينا. بص اولا الكرتونه بتيجي متقفله كويس علشان ما تقعش منك، تمام؟ وبتبقى محكمه. وهما ما ادونيش شنطه عشان اعتقد ان مفيش شنطه محجبه علبه ال 2 كيلو. ال 2 كيلو دول بكام؟ ب 310. وفي العلبه اللي هي الازر اللي هي كيلو بتتباع ب 165. في علبه اكبر ب 3 كيلو اللي هي اكبر علبه، انا مش فاكره هي بكام، تمام؟ المهم لو انت عايز تشتري نولا، لو هو جنب البيت بتشتريه، بتنزلي وتلبسي الكمامه بتاعتك المحترمه دي وتنزلي تشتريها. اما بقى لو انت ما عندكيش نولا جنب البيت، ممكن تطلبها من اطلب. انا مجربتش اطلب ولا مره، بس هم عندهم كل حاجه، تمام؟ تمام. اول حاجه بنفتحها اهي، خلاص بلاقي اللي هي محطوطه فيها دي، فمكتوب عليها نولا طبعا، فدي حاجه حلوه ماشي. العلبه بقى بتيجي بتيجي فيها ايه؟ طبعا مترصصه ترصيصه حلوه، يعني شكلها يفتح النفس اساسا. كل حاجه لوحديها. اولا بنلاقي بسكوت صغير خالص، وبنلاقي كحك بسكر، معرفش بقى هو انواع ولا نوع واحد، لسه هشوف الموضوع ده معاكم. وبيجي وغريبه محطوط عليها فستق، يعني مش سوداني، محطوط عليها فستق مش سوداني ماشي. وبيتي فور بالشوكولاته، الفطور بيتفكك شوكولاته، وبيتي فور بالكريمه، ومرزوق بالنص بالكريمه، تمام. تعالوا بقى ايه نبدا نشوف انا هاكل ايه الاول. ماشي. بصوا انا اول حاجه هبدا بيها بدي، ده كحك ساده، طلعت ساده اهي. تعالوا ندوق الكحك الساده. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو حلو والله. اقول لكم ايه اللي هحسه، هقول لكم. بصوا هو دايب قوي حلو، يعني بيتاكل بسرعه، وهي واحده صغيره كده بتتاكل على طول، تحدفها في بقك على طول ايه لو انت مستعجله ولا حاجه. ده اول نوع. ده تاني نوع من بالملبن، ده من الملبن. تعالوا بقى ندوق اللي من ملبن. ملبن اقول لكم ايه، حاولوا حاطين ملبن حلو. ده بقى اللي هي اسمها العجميه، اعتقد ان هي بتبقى بالعجوه دي، ده اكتر واحده انا بحبها اللي هي فكره المعمول. ندوقها بقى. في حاجه بس هتؤخذ على نولا في حكايه الكحك دي، ايه هي بقى؟ ان انتوا المفروض تحطوا السكر بره في كيس او في علبه شكلها محترم كده، تحطوها بره، علشان انا بحب اكل اصلا الكحك من غير سكر، يعني بحب اكل الكحك من غير سكر عشان احس بطعم الكحك، تمام؟ غير كده كمان ساعات السكر بيوجع سناني، فدي مشكله كبيره قوي بالنسبه لي. هي دي يعني المره الجايه بس، السنه الجايه ان شاء الله باذن الله تحطوا الكحك من غير سكر، تحطوا السكر كده، حطوها فضوا لها مكان، حطوا في الحته دي كده، شايفين الحته دي كده، حطوا السكر فيها، اللي عايز سكر بقى يحط ماشي. خلوا اللوز زي ما هو على الغرامه ده زي الفل اساسا. هي دي بس اللي انا كنت عايزه اقوله، لكن هو الكحك ذات نفسه والله طعمه جميل، وشكرا شكرا نولا على الكحك، و نقابلكم السنه الجايه ان شاء الله. ها طبعا لو انت بنت رقيقه هتاكلها كده حته حته. البسكوت طالع حلو،
هو مش مقرمش قوي يعني، في حته طري يعني طري شويه، بس دلع وحلو يعني التاكل. خلاص هي اصلا صغيره، هي حاجات انت بقى بحبه غريبه جدا، باللوز كمان متكلفه يعني. هو اللي وقع ده حلو قوي والله، بيدوب كده وحلوه، وكحك بيدوب. بص عشان اكل ده عشان اخلص هنعملك. بص هي الكحك خفيف، فانا يعني باكل بكميات كبيره من غير ما احس يعني، هو مش تقيل اللي هو اكل واحده يركمني. بص الريحه حلوه والله، ريحه ريحه الكحك والريحه ريحه البيفور حلوه يعني. انت لو عامله رجيم شمي واحده وكلي واحده يعني، فاهمه؟ يا لهوي البيتيفور بيدوب بيدوب كده، عارفه انت يعني؟ مش عارفه هو معمول بالزبده يعني، اكيد بالزبده. انا ما فهمش قوي، انا لابسه النضاره عشان افهم بس ما فهمتش برضه. طيب يا جماعه انا كده دقت الكحك كله والله حلو قوي. اقفل بقى عشان اشرب الشاي ده، بقى عايز قاعده قدام التلفزيون كده قدام المسلسل او قدام اي فيلم بالليل كده، ونقعد ناكل نصحى قد كده. هو حلو جدا يعني، نولا عامله كحك حلو، واصلا شكل الكرتونه بص جميله يعني، انا والله مستقصره من الكرتونه دي. استنوا عليا، تمام. انا كده يكون الفيديو بتاعي خلص، رب يكون عجبكم. كحك نولا جميل، لو انت عايز تشتري نولا اشتريه على ضمانتي، عشان كنت خايفه اشتريه بس والله طلع حلو. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب، وتابعيني الفيديوهات الجاية. يلا باي باي.